ايه اللي وقع على الارض ده؟ وايه الدم ده كله؟ ياه، ده الحمار الوحش صاحبنا، ده احنا بقالنا 3 ايام بندور عليه ومش لاقيينه خالص في الغابة. ايه اللي عمل فيه كده؟ انا لازم ابلغ حيوانات الغابة كلها بسرعة عشان يعرفوا ايه اللي حصل. الحقوا يا اصحابي، انا لقيت الحمار الوحش في الغابة متاكل، ما فاضلش منه غير شوية عظم بس. يا خبر، هو مين اللي عمل في الحمار الوحش كده؟ يا أصحابي أنا خايفة أوي، يمكن يكون حيوان مفترس أكل الحمار الوحش صاحبي. إيه رأيكم يا أصحابي إن كل واحد يروح على بيته وما يخرجش خالص لحد ما نعرف مين اللي أكل الحمار الوحش صاحبنا؟ يلا بينا بسرعة. أنا جعان أوي أوي وبطني وجعاني من الجوع، وخايف أخرج لا يكون في حيوانات مفترسة تهجم عليا وتاكلني، بس أنا أعمل إيه؟ انا هموت من الجوع، انا لازم اخرج الاقي اي حاجه اكلها. الحمد لله مفيش حيوانات مفترسه قاعده قدام البيت بتاعي، انا الحق اخرج بسرعه اروح الغابه الاقي اي حاجه اكلها وارجع تاني بسرعه. يا سلام، الغابه حلوه قوي بالليل ومفيهاش اي حيوانات مفترسه كمان. انت جيت لحد هنا يا خروف يا جميل، وكمان طالع بالليل، ده احنا مش هنسيبك النهاردة. اهدى اهدى، انتوا خرجتوا من فين يا ضباع يا شريرة؟ ارجوكم سيبوني، انا كنت طالع من البيت عشان انا كنت جعان جدا جدا وخرجت اجيب اكل لنفسي. ارجوكم سيبوني يا ضباع يا شريرة. نسيبك ازاي يا خروف يا تخين؟ ده احنا لازم نهجم عليك حالا ونخلص عليك. يا سلام يا سلام على أكل الخروف الروعة ده يا جماله يا جماله، يلا بينا نروح بسرعة قبل ما الحيوانات تيجي هنا وتعرف إن احنا بنخرج بالليل ونهجم عليهم وناكلهم. يلا بينا، يلا يا صاحبي، يلا نمشي من هنا، يلا بسرعة. ياه يا خبر، يا ترى ايه اللي عمل كده في الخروف صاحبنا؟ أنا هروح أبلغ أصحابي بسرعة. الحقوا الحقوا يا أصحابي، الخروف صاحبنا اتاكل في الغابة. احنا لازم نروح للأسد ونحكي له على اللي بيحصل في الغابة، ده احنا مش عايشين في أمان خالص. الحقنا يا ملك الغابة، احنا عايشين في رعب، كل يوم حيوان مننا بيتاكل واحنا مش عارفين مين اللي بياكلهم، الحقنا بسرعة. الحقنا يا ملك الغابة. انتوا عارفين ان انا كبرت ومبقتش قادر احميكوا زي الاول. طيب احنا هنعمل ايه يا اسد؟ احنا خايفين وممكن نتاكل في اي وقت، قولنا نعمل ايه. انا ليا واحد صاحبي اسمه سبايدر مان، روحوله في الجبل اللي هناك واحكوله على كل حاجة، وقولوله ان الاسد ملك الغابة بيقولك ساعدنا يا سبايدر مان. انتوا خليكوا هنا يا اصحابي، انا هروح له بسرعة. انا وصلت هنا ارض الجبال، انا هناجي على سبايدر مان. يا سبايدر مان يا سبايدر مان. يا ترى مين اللي بيناجي على سبايدر مان؟ انا جيت. الاسد بيقولك كل يوم حيوانات الغابة بتتاكل منهم واحد وعايشين في رعب، والاسد كبر ومش قادر يحمي الغابة وبيقولك ساعدنا. يا ترى مين اللي بياكل حيوانات الغابة كل يوم؟ على العموم ما تخافش يا فلافيلو، انا هاجي معاك حالا وهعرف مين اللي بياكل حيوانات الغابة. ايه رأيك في المكان الجميل ده؟ ده جوه الكهف محدش هيعرف خالص ان احنا هنا، هنفضل مستخبيين، كل يوم نخرج بالليل نهجم على الحيوانات وناكلهم. فعلا يا صديق، الفكرة دي جميلة جدا، واحنا كل يوم نستخبى ونخرج بالليل ناكل حيوانات الغابة. انا جعت خالص، يلا بينا نخرج بقى وندور على اي حاجة نهجم عليها. لا طبعا احنا مش هننفع نخرج دلوقتي، استنى شوية اما الليل يجي علشان الحيوانات تكون نايمة ونهجم عليهم ومحدش يعرفنا. يا سبايدر مان، انا بعتلك فلافيلو عشان تحمي حيوانات الغابة،
وعايزك تعرف مين اللي بيهجم على حيوانات الغابة بالليل وياكلهم. أنا موافق يا أسد، بس أهم حاجة يسمعوا كلامي وكل واحد ما يخرجش من البيت بالليل مهما حصل. أكيد طبعا يا سبايدر مان، أنا هخلي القرد حالا يروح ينبه عليهم إنهم ما يخرجوش من البيت. يا ماما احنا جعانين جدا جدا، يا ماما يا ترى هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تخافيش، أنا هخرج حالا وهروح أجيب لك أكل أنت وإخواتك. الغابة شكلها تخوف قوي قوي بالليل، بس هعمل ايه؟ لازم اخرج اجيب اكل لاولادي عشان جعانين. الغزالة الحلوة خارجة لوحديها بالليل، ياه ده انا مش هسيبك، ده انت العشوة اللذيذة بتاعتنا. اهدى، انتوا الضباع الشريرة، انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ انتوا رجعتوا تاني بالغابة؟ يلا يا غزالة تعالي معايا من سكات. حرام عليك يا ضبع، سيبني انا معايا ولادي صغيرين. انا قلتلك يا غزالة يلا امشي قدامي بسرعة من سكات. يا ترى ماما خرجت من بدري راحت فين؟ ما رجعتش البيت، انا خايفة على ماما، ممكن يكون الحيوانات المفترسة هجموا عليها واكلوها. مالك يا غزالة، انت ايه اللي مخرجك لوحدك من البيت؟ ماما خرجت من البيت من بدري تجيب لنا اكل ولسه ما رجعتش، وانا خايفة عليها، ممكن يكون الحيوانات المفترسة هجموا عليها واكلوها. خلاص يا غزالة، انت روحي وانا هدور عليها. اثار الضباع جاي لحد هنا، يبقى الضباع الشريرة هم اللي اخدوا الغزالة وجابوها لحد البيت بتاعهم، وانا كمان سامع صوت الغزالة جوه، انا لازم اتحول لعنكبوت عشان اقدر انقذ الغزالة. انا كده مش هقدر انقذها، انا كده خلاص اتحولت لعنكبوت، انا هدخل اشوف الغزالة حالا. ارجوكم سيبوني اعيش، انا معايا اولاد صغيرين عايز اربيهم. يا ترى ايه اللي جاء علينا ده وعرف مكاننا منين؟ انا سبايدر مان. ارجوك الحقني يا سبايدر مان، انقذني من الضباع الشريرة. انتوا يا ضباع يا شريرة اللي بتاكلوا الحيوانات بالليل، اكيد انتوا، ده انا هخليكوا عبرة واخلي الحيوانات كلها في الغابة تاخد حقها منكم. لا، ارجوك سيبنا نمشي ومش هنعمل حاجة تاني. انا مستحيل اسيبكم يا ضباع يا شريره، خدوا بقى. يلحقونا، سبايدر مان هيموتنا. يلا بينا يا غزاله نمشي من هنا، يلا انا وانتي، الضباع الشريره مش هيعرفوا يخرجوا من هنا تاني عشان انا كتفتهم خلاص. وبكده يا اصحابي سبايدر مان خلص الغابه كلها من الضباع الشريره، وتوتا توتا خلصت الحدوته. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.